اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من مجموعه الاوبن سورس انتليجنس مع تكنو هاب. احنا الاسبوع اللي فات اتكلمنا على تحديات كيبورد بتاعه نهان كون، والاسبوع اللي قبليه برضه. النهارده هنتكلم على حاجه جديده اسمها رول درايفنج. الرول درايفنج ده الاتاكرز او الناس بتوع السكيورتي بيتحركوا في الشارع بعربيات بعجل على رجليهم، ويبتدوا يعملوا سكاننج للوايرلس نتوركس المتاحة اللي موجودة في المنطقة اللي هم بيتحركوا فيها، ويحطوا على الإنترنت معلومات ليها علاقة بالنتوركس دي. لو نتورك أوبن نتورك، لو نتورك عارفوا يكراكوا الباسورد بتاعها، السكيورتي اللي عليها، اسم النتورك، حاجات زي كده كتير. فالتحدي اللي عندنا النهاردة كان مجموعة تحديات بتاعة سايبر ترنس في اللوكال ريجون بتاعت مصر. التحدي عبارة عن إن كان عطينا صورة سكرين شوت من شات بين واحد شاري راوتر والسبورت أو المحل اللي هو شاري منه، وبيشتكي من مشكلة في الراوتر ده. وبعد كده هو عطينا الـ SSID بتاع الراوتر وعايزنا نعرف مكانه فين بالظبط. فبمنتهى البساطة ادي بي اس اس اي دي بتاع الراوتر، واهو عشان يبقى واضح، والمفروض ان احنا نحاول نجيب الرقم ده نعرف مكانه فين بالظبط. هنحله بس الاول كده 0 0 1 F 9 F 7 2 4 7 3. يلا بينا نفتح الكالي ونعرف هنعمل ايه بالظبط. البراوزر، الحاجات المفيدة جدا في الموضوع ده، عندنا موقع اسمه ويجل. ويجل ده الناس بتسجل فيه الاتاكس بتاعتها او السكان اللي هم عملوه على الوايرلس نتوركس. ده موقع فري ممكن نسجل فيه فور فري ونستخدمه. كل اللي هنعمله بمنتهى البساطة جدا إن إحنا هنحط الـ PSSID اللي هو عطاه لنا ده 00 1 F 9 F 7 2 E 4 7 3، ونقول له فلتر. وعايزين عشان لو نعرف نجيب مكانه نزوم كده ونعرف هو فين بالظبط. كده أصغر حاجة ممكن نوصل لها لو اتحركنا. سبوتد هنا أهو إن ده في حاجة ناحية البحر الأحمر في السعودية. ممكن نزوم إن، وممكن نكليك عليها ذاتها. هو ابتدى يجيب معلومات عنها ونقدر نقارن، بس مش دي النتورك اللي احنا عايزينها، ده اس اس اي دي، بي اس اس اي دي تاني خالص. فنقرب نقرب كل ما يبعد مننا بص كده. واضح ان هي حاجه بجده. لسه بيرود الخريطه. ممكن أجرب أسلك عليها دلوقتي كده نشوف هيجيبولنا حاجة ولا لسه.
تقريبا هي دي اللي احنا عايزينها، اللي هي 001F9F72E4، هي دي بالظبط اهو. ادي الاسم النتورك ده اللي كان مطلوب مننا، ان احنا نوجد اسم النتورك اللي هي دي. كوبي كده، وعشان نتأكد اكتر احنا لو قربنا نقفل دي بس كده هيبان اهو، ادي اسم النتورك اللي كان مطلوب مننا. دي اقصى حاجة ممكن يوصلها، بس هو مكانها اهو موجود باينة في الشاشة. طيب كده عرفنا ازاي التكنيك بتاع وورد درايفنج بيشتغل. الناس بتمشي تشوف النتوركس وتبتدي من هنا تفيو، يا اما تسجل حاجات، تقدر تعمل ابلود لداتا، وباين لك هنا عدد النتورك اللي متشافه موجوده، وكم واحده سجلت النهارده. بس النهارده بس سجل 4200 4028 نتورك، 428 الف نتورك. السيل تاورز الناس بتسجل برضو معلومات عن الموبايل انتنة او موبايل نتوركس الموجوده. هو عنده 1 مليار وايرلس نتورك متسجل عليه، فده حاجه وايد جدا. ممكن الناس تخش على الموقع ده وتشوف المنطقة بتاعتها النتوركس الموجودة فيها، ولو النتورك بتاعته متسجلة ولا لا. كده عرفنا معلومات عن الوورد درايفنج وازاي نتعامل مع الوورد درايفنج. هسيب لكم لينك لويجل موجود على الانترنت، ومعلومات عن الوورد درايفنج برضه. اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله.